عنوان تحديات الإعلام العربي في ضوء خطط التنمية المستدامة، عقدت كلية الإعلام جامعة القاهرة مؤتمرها السنوي في نسخته 27 لوضع رؤى مستقبلية لإصلاح وتطوير الأداء الإعلامي. الخطة اللي موضوعة اللي هي بتبقى خطط موجودة تنموية، والخطط التنموية دي ترتبط مع ان يكون الاعلام يبرمج الخطط بتاعته عشان خاطر يشوف يقدر يتواكب مع ايه وياخد فيدباك من الجمهور ويرجع بالفيدباك ده تاني للمخطط عشان خاطر تفضل الدورة مستمرة. وفي الحالة دي الاعلامي بيقوم بالدور بتاعه ان احنا بنخاطب الجمهور، بناخد من الجمهور فيدباك، بنرجع بيه للمخطط، نقول للمخطط احنا ده الفيدباك اللي موجود ايا كان الفيدباك ده. مما انا شاك فيه ان الاعلام نفسه بيواجه تحديات، خاصه تحديات تكنولوجيه كثيره، عشان كده ممكن سعيد ان امبارح المؤتمر بدا بجلسه عن الذكاء الاصطناعي. دي رساله قويه جدا على ان المؤتمر والكليه تستوعب ما يجري في الاعلام سواء في مصر او في العالم. والتحدي الثاني انا بعتقد ان هو تحدي الوعي. المجتمعون في المؤتمر أجمعوا على أهمية ربط أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الدولة بجهود الإعلام في التوعية. احنا بنهتم في هذا المؤتمر ان احنا نركز على هذه الابعاد، الابعاد المختلفه للقضيه في بعد السياسي، اجتماعي، اقتصادي، فكري، ثقافي، جزء مرتبط بالتنميه البشريه والجزء مرتبط بالتحديات اللي بتواجه التنمية المستدامة. الإعلام التنموي كلها محاور مهمة جدا. الحمد لله إحنا المؤتمر في نسخته 27 بيشهد زخم في عدد الباحثين المشاركين في بأبحاثهم العلمية في إطار يعني القضية المحورية للمؤتمر. عندنا أكثر من 60 بحث علمي يعني من باحثين من مختلف الجامعات المصرية والعربية. يأتي المؤتمر هذا العام في إطار احتفال الكلية بيوبيلها الذهبي وكتتويج لجهود الكلية في خدمة وتوعية المجتمع وإخراج أجيال قادرة على التواصل في إطار الإعلام التنموي. مريم جمال، اليوم، دي أم سي.